مسابقة اختياري، هي مسابقة يعني بادرت بها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وشاركتها فيها عدة هيئات حكومية، عدة كونفدراليات لأرباب العمل، عدة مكاتب خبرة ودراسة، وكان صوت المنظمة صوتا فريدا من بين 7 أصوات حتى تكون هنالك أمانة. هذه المبادرة وهذه المنافسة كانت مبنية على عدة معايير، منها الجودة، منها السعر، منها التوزيع الجغرافي للمنتوج، منها خدمة ما بعد البيع، يعني عدة معايير دقيقة. وبالتالي المستهلك عبر من خلال هذه المعايير على هذه النتائج التي رأيتموها الآن، والتي سوف تدفع نحن متأكدون بالمنافسة بين العلامات. كذلك سوف تكون قيمة مضافة لكثير من المنتوجات حين التصدير. رانا شفنا بأن أغلب العلامات اللي راهي هنا اللي فازت اليوم والتي كانت اختيار المستهلك الجزائري هي علامات يعني معروفة وطنيا، وحتى أنه فيها ما هو قابل للتصدير، وبالتالي حمل هذه العلامة نعتقد أنها راح تزيدها قيمة مضافة لدى المستهلك الأجنبي. نحن نريد أن تكون لدينا علامة خالصة، علامة جزائرية، كرهنا التقليد، نريد أن تكون بمعايير وطنية، تكون بسواعد جزائرية، والحمد لله لقينا اللي يعاونونا في هذا المجال، واليوم نحن نجني ثمارة ما عملنا مدة أشهر طويلة.